هذا السائل يقول: جاء في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، ما معنى ذلك؟ هذا في يوم القيامة، إذا حشر الله الخلائق، إذا حشر الله الخلائق في صعيد واحد، وقامت الملائكة صفوفا محيطين بالخلق من جميع الجوانب، حينئذ يتحدى الله الجن والإنس أن يخرجوا من أقطار السماوات والأرض إن كانوا يستطيعون، ولا تنفذون إلا بسلطان، يعني بقوة، ولا قوة لكم على ذلك. هذا من باب التحدي، وهذا مما يكون يوم القيامة إذا جمع الله الأولين والآخرين. فاللي يستطيع أنه يهرب يهرب، وهل أحد يبي يستطيع يخرج؟ إذا خرج من أقطار السماوات والأرض وين يروح؟ هنا غير السماوات والأرض، ها؟ هنا مكان غير السماوات والأرض؟ ما هنا مكان. نعم.